بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا أحبائي، موضوعنا اليوم مع تمرين فاير بليس داخل برنامج الماكس مع حركة كاميرا بسيطة. حنحتاج برنامج آخر، برنامج اسمه After Effects، لتحويل الفيديو إلى سيكونس من أجل إظهاره داخل البرنامج كصور. في أسفل الفيديو حيكون عندنا إن شاء الله رابط للي حاب يطبق هذا التمرين وشوفوا. الأمر جدا بسيط وسهل. الآن إلى منطقة العمل، حندخل على برنامج الافتر افكت ونحول الفيديو إلى سيكونس. بداية الآن أنا بعرض أمامكم الفيديو عبارة عن فاير بليس متحركة وبطيئة نوعا ما زي ما نزلتها من مصدرها. ممكن ننزلها من أي مكان، ممكن نصورها بكاميرتنا، بس أهم شيء في الموضوع أنها تكون الكاميرا ثابتة وغير متحركة. الآن حختاره الفيديو وأدخله على برنامج الافتر افكت، دراج بهالشكل ونحطه في المنطقة الخاصة في البروجكتس. ننتظر شوي يتكون عندنا مباشرة في المنطقة هاي. والآن محتاج كومبوزيت. كومبوزيت يعني عبارة عن حجم للفيديو، فبدي اختار الكومبوزيت من نفس الفيديو، دراج وحطه على كومبوزيشن جديد. الآن بتكون عندي كومبوزيشن جديد عبارة عن لاير للفيديو، ممكن اعملها بلاي واشوف الحركة. نوعا ما لو كبست على سبيس تطلع الحركة بطيئة نوعا ما للفيديو، بديها أسرع شوي أسرع شوي. بكل بساطة سبيس مرة ثانية، هختار رايت كليك على نفس اللاير الخاصة بالفيديو وأدخل على التايم وأحاول أعمل ستريتش للتايم. ستريتش للتايم إني كأني بعمل تسريع للفيديو أو تبطيء للفيديو. ندخل على التايم ستريتش وأحاول أعطيه بدل ما يعطيني 100% 50%، يعني السرعة ضعف تقريبا. فنشوف الآن مع بعض السرعة الضعف. ممتاز. أنا محتاج من الفيديو هذا تقريبا ممكن 60 فريم، 100 فريم، 200 فريم، يعني بالنهاية هم الفريمات اللي حصور فيهم في الفيديو في الماكس. لتسي أنه محتاج 200 فريم. حروح الآن على كومبوزيشن وأدخل على السيتنج الخاص فيه، فبعطيني حجم الفيديو اللي حيطلع والتايم. والتايم اللي عندي هون فممكن يكون 25 فريم، كل 25 فريم حيكون عبارة عن ثانية، فممكن اختار 4 ثواني حيطلع 200 4 ثواني 100 فريم، معناته 8 ثواني 200 فريم. معناته نحط الرقم هون 8، الرقم اللي عندنا هون اللي هو الديوريشن. ديوريشن اللي هي التايم، تايمينج يعني بالساعة بالوقت بالدقيقة وبالثانية وبأجزاء الثانية. حختار ان يكون بس 8 ثواني، لان حولته ل 8 ثواني زي ما انتم شايفين هون. اعطي اوكي، حيصغر حجم الفيديو وهي الزوم بالأسفل، وصار وقته من بدايته لنهايته 8 ثواني بس، 8 ثواني. الآن حسيفه as sequence، حروح على قائمة composition نفس الشيء وأعطيه render وأتأكد من الرندر أنه يكون التايم ما يكون فورماته AVI، يكون عبارة عن sequence جيبك العادي اللي هي أخف ما يكون من حجم الصور. نعطي أوكي وين حسيفه الآن. حسيبه الآن في مكان على داخل السي في فولدر اسمه export وحيكون جيبك. أوكي، أي اسم ما في مشكلة، ممكن يكون اسمه 00. نعطي الآن سيف، وبعد ما أعطيت اللوكيشن والسيكونس تايب أعطيه رندر. مش حيأخذ وقت أبدا، حيكون سريع جدا. الآن تكون عندي سيكونس تحول الفيديو لصور، والآن ممكن جدا التعامل معها داخل برنامج الماكس. الآن الفايلات اللي طلعوا عندي الآن هاي هم الصور نفسه، عبارة عن سيكونس تقريبا 200، إذا اعتبر إنه 01 معناته 199 هو رقم 200. فصار عندي 200 صورة ممكن الآن إدخالهم على برنامج الماكس وتلوين فيهم القطع اللي هي تعبر عن فاير بليس. والآن اختار بلين، هذا البلين حيعبر عن الفاير، حياخذ الماتيريال الخاصة بالفاير. حروح على مابس ماتيريال واختار مابس جنرال بيت ماب، اختار اول صورة. اذا اعطيته الان اوكي مباشرة حتدخل كصورة عادية، وانا محتاج انها تكون فيديو. في عندي اوبشن هون كثير مهم اسمه سيكونس، فحيفهم البرنامج انه في عندي مجموعة صور يرمز لهم برمز سيكونس، لان حيعطيني انديكيتر بحكي لي انه السيكونس اللي عندك ببلشوا من زيرو وبنتوا على 199. نعم، اذا في عندي دروب واحدة مش موجودة منهم حيقطع السيكونس مش حيكمل، فضروري نشوف هذا الرقم.
الآن الصورة اللي احنا بنشوفها الآن عبارة عن فيديو. لو عملت بلاي حشوف الفيديو، اعمل بلاي بسيط زي وعمل بلاي الآن داخل برنامج الماكس، حشوفها متحركة طبعا حسب سرعة الجهاز بشكل عام، حسب سرعة العرض في الجهاز بعطيني بهالطريقة هاي. طيب نيجي الآن للمابس، في عنا اوبشن اسمه تايم. تايم ضروري جدا نعرفه، يعبر عن متى يبلش هذا الفيديو من اي فريم داخل الماكس، وبعد ما يبلش في عندي البلاي باك ريت كم السرعة، فممكن اختار السرعة من هون الضعف رقم 2 او نص 0.5، فهون بتحكم في البلاي باك ريت سرعة الفيديو. طيب الاند كونديشن بعد ما يخلص الفيديو هذا ايش حيصير؟ الطبيعي انه يعمل لوبينج، يعيد مرة ثانية من الزيرو، او بينج بونج انه يرجع ريفيرس، يقدم للامام بعدها يرجع ريفيرس بهالشكل، او هولد يوقف. الديفولت ممتاز وانا محتاجه بنفس السرعة الطبيعية ويبلش من زيرو مباشرة، ممتاز. الان نختار ماتيريال فيري او كورونا نفس الشيء ما في اختلاف بينهم. حبعت الصورة هاي على الديفيوز بداية، وحختار البلين اللي عندي هون وعملها دراج على البلين بهالطريقة. اللي بتعامل مع الكومباكت ماتيريال نفس الشيء ما في اختلاف بينهم، لكن الطريقة هي أسرع خاصة إنه إحنا بنشوف العملية كاملة، اللي هي بدل الكومباكت القديم نختار سليت الحديث بهالطريقة حتكون أفضل. ممتاز. الآن في عنا إشي كتير مهم، السواد هذا بدي أخفيه، السواد هذا بدي أخفيه من الفاير بليس. قبل ما اختار هذا الاوبشن حابب افرجيكم شغله بالمابس. لو اخترت صوره بلاك اند وايت، واخترت من تكتشر فولدر اللي عندي اي صوره بلاك اند وايت مثل هالصوره مثلا، فهم مباشره انها سيكونس اللي انها تسلسل ارقام، فبدي انتبه انه سيكونس مش مفعل. انا اعطي كانسل واعطي سيكونس مش مفعله واختار الكلمة هاي مثلا. نلاحظ شغلة كثير مهمة، إذا بختار ماتيريال، إذا بختار ماتيريال فيري أو كورونا نفس الشيء، وأبعث الصورة هاي مباشرة على الأوباسيتي شانل هون. الأوباسيتي أي لون أبيض فيها حيثبت ولون أسود فيها حيختفي، كأنها عملية قطع، قطع للأوبجكت، كأنه بولين أو عملية قطع أو طرح أوبجكت من أوبجكت آخر. لو شفناها بفيو اكبر حلاحظ انه القطع بيرفكت على اساس انه الابيض ترو والاسود فولس بهالطريقه. المبدا هذا حنستغله عشان نفصل الباك جراوند عن الفور جراوند، بس شرط انها تكون صوره بلاك اند وايت، ضروري جدا تكون بلاك اند وايت. طيب الصوره هاي كيف احولها بلاك اند وايت؟ بكل بساطه رايت كليك مابس جنرال واختار كلر كوركشن. كلر كوركشن شو بتعمل؟ كلر كوركشن بتعمل تغيير في اللون. حكبس على القطعه واكبس كنترول واروح هون، وانا كابس كنترول الضغط المستمر على كنترول صارت بينهم اثنين. دبل كليك عليها وحاول اروح على الساتوريشن واخذها على الاخر، على الاخر صارت بلاك اند وايت. ممكن ازيد البرايتنس نوعا ما شوي، الكونتراست اكثر، صارت بهالشكل. ممتاز. انا ما بدي الون فيها بهالطريقه، لا بدي الون فيها بهالطريقه مباشره الصوره تروح هون. طب هاي ليش عملناها؟ اوكي عشان تروح على الاوباسيتي، عشان يثبت عندي اللون الابيض. رايت كليك واعطيها ان بيجر فيو سوري، واختار النار بس لوحده ما بدي شيء ثاني معها، فالان اختفى الباك جراوند كله. طيب النار ما فيها لمع ولا فيها ضوء، اوكي بدي اعمل فيها ضوء. نفس الصوره الاصليه ابعثها على سيلف الومنيشن. سيلف الومنيشن بتخلي الصوره بتشع، يعني بتعمل زي جلو فيها الضوء. ولو دخلنا على الماتيريال الخاص فيها حلاحظ انه في عندنا فاليوز للسيلف الومنيشن اللي هو فاليو 1، واذا بدي يحسب الاضاءه كشكل فيزيكال اعطيه جي اي، هيك تحسب الاضاءه كحسابات. لان اعطيه القوه مثلا 3 2 حسب الاكسبوجر للكاميرا الخاص فينا، نعمله 3 الان مبدئيا، ونبعثه دراج على البلين. انا اوريدي عامله دراج مباشرة، والان حعمله بلاي. بلش من المنطقة اللي هون، نعمله موف لتحت شوي، ممكن نعمله سكيل اكبر شوي، لانه هاي كلها منطقة مختفية باعتبار مش حتبين معي الا الشعلة لوحدها بهالشكل.
فصارت عندي هاي الشغلة، والأوباسيتي لغى الباكجراوند. طيب أنا عندي الآن 100 فريم، طب أنا أوريدي الصور عندي 200 فريم، شو أعمل؟ في كبسة صغيرة هون اسمها تايم كونفيجريشن، تايم كونفيجريشن بحدد فيها الوقت داخل الماكس، فأنا محتاج أنهم يكونوا الفريمات اللي أمامي هون 200، فبعطيه 200 وأعطيه أوكي، فتحول الوقت عندي ل 200 مباشرة، فعندي الآن حركة ل 200. ممتاز. الآن بدي أحول البيرسبكتيف اللي عندي هون لكاميرا، بكبس كنترول سي، تحول لكاميرا مباشرة، حعمل ريكورد أوتو كي. أوتو كي الآن أي حركة بعملها داخل البرنامج حتسجل، بس بشرط إني آخذ وقت. أخذت الوقت للنهاية، عملت زوم في الكاميرا مع روتيت خفيف عن طريق الأوربت الخاص بالكاميرا، تقريبا هذا الفيو اللي عندي، وحرجع شوي كمان للخلف، أعتقد مناسب. الآن صار عندي كي فريمز يعبر عن مكان الكاميرا على فريم 200، وكي فريم ثاني يعبر عن مكان الكاميرا على على فريم 0، والإن بتوين لحاله تكون. الماكس طريقته رائعة جدا في أنه لا واحد يحسب المشي، أنا بعطيه تسجيل لأول حركة في وقت معين وآخر حركة في وقت آخر، هو بحسب الإن بتوين، بقسم المسافة كاملة هون على الزمن، فبعطيني هاي الحركة مباشرة. والآن مع عملية الرندر، حدخل على رندر سيتنج وأدخل على كومنت وأحكي له أنا ما بدي سينجل صورة واحدة أرندر، لا أنا بدي سيكونس، يا أما أكتف تايم سيجمنت من بداية الفيو لآخره، من بداية التايم سلايدر لآخره اللي هو الوقت كله اللي عنده هون، أو نختار رينج أنا أحدد له بدايته ونهايته، وعلى الأغلب حيكون أكتف تايم سيجمنت. إذا كان الفي ريح رندر يفضل بالجي آي أختار بروت فورس، واللايت كاش بروت فورس، إذا محتاج اللي هو السكندري قصدي بروت فورس. هون أعلى ريزوليوشن ممكن بالكواليتي بدون فليكرينج نهائيا، حبيت تاخذه يكون لايت كاش هون أسرع يكون، بس باللايت كاش اختار أن يكون أنيميشن 3000 سب ديفايدز، غير هيك حيكون في فليكرينج، بس الأمور سهلة إن شاء الله وبسيطة. وبتمنى أن يكون في أبديت لبرنامج الفانتاج، ما بزبط الفانتاج ما باخذ سيكونس لحد الان، الفيرجن اللي عندنا 1.4، بدي احاول ابعث لكم اياه على الفانتاج هذا الفيديو ونشوفه مع بعض بالفانتاج. يس والان داخل برنامج الفانتاج بلاحظ انه الأمور تمام بالنسبة للمشهد، لكن سيكونس فيديو ما اشتغل لحد الآن بالفيرجن اللي عندنا اللي هو فيرجن 4 1.4.2، لا ما بدعم هذا الشيء. إن شاء الله بالفيرجنز القادمين حيكون فانتاج بدعم هذا الأوبشن في السيكونس. وقبل ما نغادر أحبائي، حاب أذكركم بشغلة بالنسبة لوجود جروب مختصة اسمها 3D Max بتريوني، بتمنى نشترك فيها، فيها أشياء فيها فائدة لكم إن شاء الله بشكل أو بآخر. وفي جروب آخر اسمه كورونا سكيلز، يعني حاولت أن أعمل هاي فيري أقرب ما يكون الفيري، وهاي أقرب ما يكون للكورونا أوبشنز، فأي أبديت للكورونا برامج كورونا حيكون موجود داخل هذا الجروب. بتشرفونا تشتركوا معنا في الجروبز، حيكون في فائدة، مش حيكون في لينكس لأي برامج لليوتيوب، حيكون إذا في لينك أو روابط حيكون في هاي الجروبات. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم جميعاً.